طبقات الكبرى سيدي محي الدين الطعمي الأسيوط المصري تناديك. وصلنا إلى موضوع الفصل 33 في ذكر الزهد والورع. اعلم أن الورع أخص من الزهد وأرقى منه لكونه مرتبة أعلى منه، يعني الورع أخص من الزهد وأرقى، وتأتي من بعده ومنهم من عبر عن الزهد بأنه هو ما يزهد فيه فيما سوى الله، ومنهم من لا يرى زاهدا من في الوجود أصلا. الله، ومن أقطاب هذا المقام الشبلي، أبو شبلي قال وقد سئل عن الزهد فقال لا زهد في الحقيقة، لأنه إما أن يزهد فيما ليس له فليس ذلك بالزهد، أو يزهد فيما هو له فيكون يزهد فيه وهو معه وعنده. ومنهم من يجرد الزهد وهو حال الشيخ علي عبد الدايب من أقطاب الصعيد بأسيوط، عندما سئل عن زهد الزهد فخلع كل ملابسه وقال هذا زهد الزهد. أما الورع فهو لب الزهد وخلاصة التقوى. منهم من يهجر الدنيا بما فيها لأجل فلس اشتبه فيه، وكان من أقطاب الورع أبو حنيفة، سرق في زمانه ماشية فظل 20 سنين لا يأكل اللحم خشية أن يصيبه شيء من لحم تلك الماشية التي سرقت. ومنهم من لا يأكل عسل النحل لكونها تتغذى على رحيق زرع الناس. ومنهم من لا يأكل حمام الأبراج لكونها تذهب وتجمع، أيوة لتيجي لغيره، أيوة والله، أكلها من حقول الناس. ومنهم من يقطع الليالي والأيام سفرا كي يوصل درهما إلى صاحبه كان قد نسيه معه. وكان الإمام الأعظم أمير المؤمنين في علم الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه من أقطاب الورع، كان لا يأخذ الحديث عمن رأى ولو عليه شبهة صغيرة، ذهب ليأخذ حديثا عن رجل فرآه يخدع دابته بحصى ويهمهما أنه أكل فلم يأخذ عنه، يهمها أنها مك، إيه فهو قال له إذا كنت بتكذب على الدابة صح أنك حتكذب على البشر، أيوة صح كلامك يا حجاز. وقال كيف أخذ عن الذي يخدع الحيوان الأعجم، فأولى به أن يخدع الآدميين، وتركه ومضى.